والجهة جاهزة. انطلاقة موفقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم، 13 من الجيادة المهجنة الأصيلة تشارك مسافة الألف ومئتا متر في الصدارة. نشاهد الشعار الأصفر بنفسجي إبراهيم السيد المالكي وتوماس لوكاس. من الجهة الخارجية المهندس حسام عمر الدفع والجواد روك بوتم وأوليفيدوني في الترتيب الثالث، أو تخطف الصدارة تذهب إلى الجواد دلبر أتاك وقيس البسعيدي، محاولات من قبل الجواد كلوك اند ديجر، الفالح سويد العجمي وجي بي جمبر المنعطف الاول اتجاها الى المنعطف الاخير، والصدارة مع الجواد ديلبر اتاك نص ريسنج وقيس البسعيدي 400 متر على خط النهاية. ديلبر اتاك في صدارة، كلوك اند ديجر في محاولة، والقادم محاولة لبنفسجي، ولكن ديلبر أتاك لا يزال في صدارة هذا الشوط. نعم ديلبر أتاك ومحاولات من كلوك اند ديجر، والقادم بنفسجي. من الجهة الخارجية محاولات للحاق لميلتور، ولكن ميلتور الكثيري وراشد الصعاق المري، ألف مبروك. And the official results for the fifth race of the day. The winner, horse number 12, Millions, owned and trained by Mr. Abdulaziz Ali Al-Kathiri, ridden by Rashid Ali Al-Mari. Second horse number 4, Cloak and Dagger, owned by Mr. Farley Sawaid Al-Ajmi, trained by Muhammad Al-Ghazali, ridden by J.P. Guillaumbert. Third horse number 9, Benefaji, owned and trained by Mr. Ibrahim Said Al-Malki, ridden by Thomas Lukasik. Fourth horse number 5, Deliberate Attack, owned by Al Nasser Racing, trained by Haman Al Jahani, ridden by Kais Al Basaidi. And in fifth place, horse number 13, Rock Bottom, owned and trained by Engineer Osama Omar Al Dafa, ridden by Olivier Dajin. نتائج الشوط الخامس للخيل المهجنة الأصيلة، الدرجة الرابعة حل في المركز الأول رقم 12 مليونز المالك السيد عبد العزيز علي عبد الله الكثيري، المدرب عبد العزيز الكثيري والخيال راشد علي السعاق المري، ألف مبروك المركز الأول. المركز الثاني رقم 4 كلوك اند داجر المالك السيد فالح سويد العجمي، المدرب محمد الغزالي والخيال جي بي جيمبر. المركز الثالث رقم 9 بنفسجي المالك السيد إبراهيم سعيد المالكي، المدرب إبراهيم سعيد المالكي والخيال توماس لوكاسك. المركز الرابع رقم 5 ديلبريت أتاك المالك السادة نصر ريسينج، المدرب حمد الجهني والخيال قيس البوسعيدي. وحل في خامس المراكز رقم 13 روك بوتوم المالك المهندس أسامة عمر الدفع، والمدرب المهندس أسامة الدفع والخيال أوليفيه دونديه. ألف مبروك المراكز الخمسة المتقدمة الأولى، وحظ أوفر للذين شاركوا ولم يحالفهم الحظ.